مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، التحالف يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية بارزة ما أدى لمقتل 5 من المتمردين الحوثيين وإصابة 20 آخرين بجروح. كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الأممية الجديدة عملا حربيا ضدها. رئيس كاتالونيا المقال كارلس بويتشيمون يدرس العودة للإقليم رغم المخاطر، وذلك بعد فوز معسكره الداعي لاستقلال كاتالونيا في الانتخابات. في أخبارنا المنوعة، علماء يقولون إن نصف البشر معرضون للإصابة بالنوبات القلبية حتى الأصحاء. شركة بيع التجزئة على الإنترنت أمازون تعتذر لزبون بعد تلقيه رسائل إلكترونية تحتوي على تهديدات بالقتل أرسلها موظف في خدمة الزبائن. تحويل وتأجيل عدد من الرحلات في مطار دبي بسبب الضباب الكثيف. تجارة الصين وبيونغ يانغ تقترب من أدنى مستوياتها بسبب العقوبات الدولية.